كابتن رؤوف، اهلا بيك والف مبروك. اهلا استاذ ابراهيم، واهلا بالكابتن عادل الخياعي. اهلا كابتن، الف مبروك. لسه بنقول ما هربش منك غير في الباسكت وبطوله السوبر في كره اليد، اما الباقي فحتى على مستوى الناشئين والناشئات يعني النسبه تجاوزت حوالي 90% من البطولات، مش كده ولا ايه؟ بالظبط كده، يعني الصالات بتتوالى واخرها السباحه امبارح. يعني الدرع العام للسباحه. يعني 20 بطوله مرحله سنيه كسبنا 18، يعني بسم الله 18 من 20 ما شاء الله. خسرنا ايه بقى؟ قول لي خسرنا ايه. ايوه لا ده واللي خسرناه طلعنا الثاني، يعني اللي خسرناه مش بعيده يعني. هتلاقيها ايه، ووتر بول ولا غطس يا كابتن رؤوف؟ ووتر بول ولا غطس؟ ووتر بول ولا غطس؟ ووتر بول لغايه دلوقتي احنا بنتربع على قمه العرش الدوري. احنا كسبنا الجيل فرق جول، وفي ماتش هام يوم الجمعه الجايه مع هليوبليس. بعد كده نخش بقى في الادوار النهائيه اللي هي البلاي اوف، الاتحاد التعليمي بطل الدوري. يعني ووتر بول بالذات يعني انا مركز معاها جامد جدا، يعني يمكن عشان احنا بعيدين عن المنصه وبقالنا. طبعا يعني لو رجعنا هتبقى جميله قوي الحقيقه. انت بخبراتك تركز في اي حاجه بنكون مطمئنين ليها يا كابتن رؤوف. كره اليد بقى كان في بعض التخوف ولا كانت الدنيا ماشيه في مؤشرات طيبه يعني؟ يعني والله احنا كان كلنا ثقه في هذا الفريق وتغيير الصفحه بتاعت السوبر الافريقي بسرعه، لان احنا يعني 4 بطولات لهذا الفريق في خلال اسبوعين، يعني كاس سوبر وبعد كده الكاس كؤوس، بعد كده على طول يوم السبت الجاي هتبتدي الدوره اخر دوره مجمعه في الدوري بمباراه سبورتنج. موقفنا ايه في الدوره دي؟ نعم يا كابتن، موقفنا ايه في الدوره دي؟ واحنا متعادلين مع الزمالك لغايه دلوقتي على المركز الاول، بس احنا عشان احنا اللي كسبانين، يعني متعادلين في النقاط، وعشان احنا كسبانين ماتش الزمالك الاخير فبتصنف انت. فاحنا في الاول يعني. ايوه ولكن يعني هيحسم الامر في الدوره المجمعه الثانيه اللي هتبقى في الاسماعيليه باذن الله. وراها على طول كاس مصر، يعني فعلشان كده على طول احنا كما تعودنا داخل النادي الاهلي، يعني سواء الفرحه سواء الخساره بنطوي الصفحه بسرعه جدا عشان نلتفت للبطوله القادمه. فطبعا السبت الجاي يعني بنتكلم بعد 4 ايام مهم جدا، تعب الموسم بالكامل الدوري. ربنا يوفقنا يا رب، ربنا يوفقنا. باذن الله. كده العدد 60 ولا لسه ما وصلش ل 60 يا كابتن رؤوف؟ لا اعتقد انه عدى، لا عدى طبعا. عدى يعني 60 ما شاء الله. باذن الله. مبروك ويعني كل الامنيات الطيبه. اتمنى له سنه بقى 61 يا كابتن رؤوف. وخلي بالك 100% انت بتحصر السلبيات عشان تعالجها في الموسم القادم، لان عايزين موسم مقفل بقى باذن الله السنه الجايه. هو طبعا حصر السلبي الالتفات لتدعيم الصفوف، يعني التجديد للاعبين داخل النادي اللي عروسهم انتهت، ودراسه التقارير اللي جايه من المدربين والمديرين الفنيين علشان نكمل الصفوف اللعيبه المميزه في الاماكن الفارغه اللي حددها المديرين الفنيين. وابتدينا بالفعل يعني تدعيم الفرق، بس احنا لا نعلن عن الصفقات كما عودتنا كابتن عدلي. يعني مهندس الصفقات شغال معاكم ولا لا؟ معلش ما اسمع يعني ايوه مبروم على مبروم بقى انت بتعملها فيا دلوقتي ماشي لا طبعا يعني انا بس ايه اهم حاجه تقول لي كلمه واحده اطمن. اطمن الله لا اقدر اقوله لك ان هذا الشبل من ذاك الاسد. لا يعني دلوقتي اطمن اطمن يا كابتن ماشي يا بيه. شوف انت ما دام موجود على راس النشاط الرياضي كلنا مطمنين يا كابتن رؤوف الحقيقه. شاكرين يا كابتن رؤوف. شكرا جزيلا للكابتن رؤوف عبد القادر. الف مبروك وتحياتنا للعاصم وكتبته.